طبعا حتى تمويل المشاريع الكبيرة ستكون بطريقة إسلامية بحت. يا أستاذ هاني، أنتم المصرف الليبي القطري، أين هل مهمتكم أنتم تمويل ولا مشاركة؟ ما هو إسلامي. صحيح. الآن أنتم مثلا عفوا إحنا شركة مقاولة عامة، هل أنكم تخشوا معنا في المشاريع مشاركة باسم المصرف ولا قروض؟ كيف برنامجكم منافق؟ جميل. طبعا حنتطرق شوي وبشكل سريع جدا لمنظومة التمويلات الإسلامية الموجودة. التمويلات الإسلامية الموجودة تبدأ أو تقوم على أساس المشاركة أساسا. هل هي مشاركة كاملة أو مشاركة جزئية؟ لكن هي أساسا على المشاركة، وبالتالي أي منتج إسلامي سينشأ على هذا المبدأ، أنك أنا كمصرف أتحمل المخاطر زيك كممول أو كشريك. أنا شريكك في المشروع، فنجاح هذا المشروع هو نجاح للمصرف، والعكس صحيح، فشلك لا سمح الله وفشل للمصرف. فكل المنتجات المصرفية الإسلامية قائمة على هذا المبدأ المشاركة أساسا. في مشاريع معينة شاركوا فيها ولا مفتوح لل؟ لا طبعا، هو الشرع حدد بالقانون، حدد انه جميع المشاريع ما عدا المشاريع المخالفة للشرع المصري. قصدي مثلا هل هي اندستري فقط؟ لا، هي جميع القطاعات التجارية الصناعية المقاولات ما عدا المشاريع اللي فيها حرمة شرعية. تصنيع دخول استاذ هاني، بالنسبه تقول مصرف الليبي القطري، هل سيطر عليه نادي مصرف الليبي المركزي ولا حر؟ لا، هو شركه مساهمه ليبيه عامه مملوكه 50% من شركه قطر القابضه و 50% من مصرف الليبي الخارجي، براس مال مقدر ب 600 مليون دينار ليبي، 50% 50% بإدارة ليبية، حقية الإدارة الليبية. طبعا قطر ذات باع كبير جدا في القطاع المصرفي، وأنا شخصيا اشتغلت في قطر، وبالتالي الخبرة المصرفية الموجودة في قطر شيء كبير جدا، بالإضافة طبعا من المنطقة العربية سواء في الإمارات أو في الأردن. لو كانت في شركات أردنية اشتغلت في ليبيا وشاركت اخواني من ليبيا، هل الشركات الاردنيه او الشركات اللي خارج ليبيا لها حق حد يتقرر بالمصرف ولا ما لها حق؟ طبعا لها حق حسب القانون. طبعا للسؤال يعني هي عفوا اخوان، الان ومستقبلا خلال الفتره القادمه لن يكون هنالك استثمار اجنبي بحت في ليبيا، يعني لن يكون هناك شركه اجنبيه عامله بالكامل راس مال كامل في ليبيا، سيكون بالمشاركه. وبالتالي طالما انها بالمشاركه، اذا هي شركه ليبيه وطنيه مسجله بالكامل في 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 ليبيا باستثمارات زينا احنا. على سبيل المثال مصرف الليبي القطري هي شركه مساهمه ليبيه، لكن راس مالها مناصفه بين قطر وليبيا. لو سمحت استاذ هاني، استاذ هاني يعني موجود هنا معنا ويعتبر شاطرين من مصر اردن مصريين، فاي اخوان من رجال الاعمال الاردنيين والليبيين في اي استشارات مالية ولا مناقشات يعني هو موجود ممكن تعمل معه حتى وش تعمل؟ احنا نبغى نكمل باختصار الوقت ان شاء الله. لكن التعريف ولا شكرا سيدي. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. امس سالني بعض الاخوان عن القوانين التجاريه، القوانين المعمول بها في ليبيا. طبعا بنطمن الاخوان ان القوانين في ليبيا اعتقد حتى ايام المقبول كان في هناك قوانين، لكن القوانين كانت معطله بقرارات. طبعا اللي صار الغي جميع القيود على القوانين وفعلت القوانين بمنطقها القانونيه. لكن هناك عمل على تنقيح اللوائح في بعض اللوائح وتعديل بعض القوانين في بعض المواد الان جاري العمل عليها. لكن القوانين موجوده ومشجعه وقوانين دوليه لمعطيها. سالم شكرا. لان كان في الاعلان الدستوري طبعا الثوره هذه زي ثوره معمر والمدار، الثوره عطل جميع القوانين السابقه وبدا يشتغل، بعدين رجعت القوانين لنصابها. الان الثوره الماده في الاعلان الدستوري الماده 30 يقول لك العمل بالقوانين السابقه الا اللي يتعارض مع الحريه العامه. شكرا.
شيء طبيعي. عندنا شركه جزيريه بتقطع الاموال بالاخص حديد 19 ستيل وحديد اسيات. بس عندنا خبره كمان في الاخشاب يعني ما سمعناش خشاب بس تجربتنا وخبراتنا السابقه تجارتنا في مواد البناء بالحديد والاخشاب والاردن هلا احنا متخصصين بالحديد بس من خبراتنا السابقه احنا علاقات واسعه مع مصنعين الاخشاب العالم والمصنعين واحنا جزيل التعاون مع اي برامج بعيد التعاون معهم. اهلا وسهلا. السلام عليكم. هناك نقطه مهمه سابق ايام النظام السابق كنا كشركات نفكر بالدخول للسوق الليبي، لكن كان هناك حاجز بيننا وبين الذهاب الى ليبيا هي القوانين. نحن الان بصدد القرارات بشكل عام. كل شركه تود دخول السوق الليبي وتخاف على حقوقها، فما بعرف ما هي ضمانات دخولنا مع مستثمرين ليبيين لفتح استثمارات في ليبيا بشكل عام. في قوانين الاستثمار قانون رقم 5 كان في السابق بعد رقم 7 والان في قانون رقم 9 للاستثمار تقدر تطلع عليه موجود في موقع وزاره الاقتصاد. القانون هذا في جميع البنود اللي هي موجوده بالبنود تقدر تطلع عليه لحمايه. طبعا زي ما قلت الاستثمار موجود يعني القانون يعتبر شبه عالمي، قانون الاستثمار شبه عالمي، في هناك استثمار بالمشاركه وبعدة زي ما موجود في القوانين العالميه وتقدر تطمن يعني. بس زي ما قلت القوانين موجوده بس كانت هناك قرارات